مرحبا، معكم دكتورة زينب الجمالي، دكتورة عام وعضو في الزمالة البريطانية للطب الباطني. اليوم حنتكلم عن حمى الضنك، دنجي فيفر. هو مرض فيروسي ينتقل عن طريق البعوض، اسم البعوض ايدس ايجيبتاي، وينتشر في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية من العالم مثل أمريكا اللاتينية، أفريقيا، جنوب شرق آسيا. للأسف الشديد أصبح هذا المرض منتشر بكثرة في أنحاء العالم نتيجة للاحتباس الحراري وارتفاع في درجات الحرارة. نتكلم الآن عن الأعراض. قد لا تظهر أي مؤشرات للمرض أو أعراض كثيرة، إذا ظهرت تتشابه مع أعراض الفيروسات الأخرى. هناك فترة حضانة لهذه الفيروس وهي بين 4 أيام إلى 14 يوم. عندما تظهر هذه الأعراض قد تكون ارتفاع شديد في الحرارة، صداع شديد، ألم وراء العين، ألم في العضلات، القيء أو الإسهال، ألم في البطن أو النزيف. هذه هي الأعراض اللي المتعارف عليها. في بعض الأحيان قد تزداد الأعراض شدة، وهذه الأعراض تستدعي إلى التدخل، الذهاب إلى المستشفى. هذه الأعراض هو القيء الشديد، ألم شديد في البطن، النزيف، وظهور طفح جلدي في الجلد. نتكلم الآن عن الوقاية، كيفية الوقاية من حمى الضنك. أهم نقطة هو استخدام الملابس الواسعة، بقاء في أماكن إقامة مكيفة أو محكمة الإغلاق، استخدام طارد للبعوض يحتوي على مادة الديت بنسبة 50% ورشه على الجسم، استخدام المشابك على الأبواب المفتوحة وعلى النوافذ. وبهذا قد تكلمنا اليوم عن حمى الضنك. نرجو من الجميع أخذ الحيطة والحذر، وإذا كان هناك أي أعراض بسيطة يوجد توجه إلى أقرب عيادة ومستشفى. شكرا.